اليوم تم انعقاد الدورة السادسة ديال المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من أجل تقديم حصيلة ديال الأنشطة والحسابات ديال الوكالة برسم سنة 2021. وعلى رأس هذا اللقاء هذا ترأس السيد وزير النقل واللوجيستيك مراسيم تسليم واحد المجموعة ديال المعدات لفائدة مصالح المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني. هذه المعدات هذه كتدخل في إطار المخطط الوطني للمراقبة اللي كيشمل تحديد المناطق اللي كتعرف حوادث سير كثيرة، وكذلك المواضيع ديال المراقبة اللي كنركزوا عليها والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الآليات ديال الاشتغال. ففيما يخص الآليات ديال الاشتغال، اليوم كنقوموا بتقديم واحد المجموعة ديال المعدات اللي هي يمكن نصنفوا ثلاثة الأصناف. الصنف الأول كيتعلق بواحد 120 رادار محمول لفائدة الدرك الملكي من أجل تعزيز الحاضرة ديال المراقبة وديال الرادارات عند هذا الجهاز هذا. والمعدات الثانية هي عبارة عن سيارات نفعية الموجهة للدرك الملكي والأمن الوطني من أجل تثبيت واحد المجموعة ديال الرادارات المتنقلة أو ما يصطلح عليه برادار أمباركي. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم واحد المجموعة ديال الدرجات النارية، واللي هو واحد المولود جديد ولا واحد النموذج جديد فيما يخص المراقبة الطرقية، وهو الوحدات المتنقلة للسلامة الطرقية. هذه الوحدات المتنقلة للسلامة الطرقية غادي نشتغلوا في المرحلة الأولى في المدن الكبرى، واللي من خلال هذه الدراجات يعني المصالح ديال المراقبة التابعة للأمن الوطني غادي تقوم سوف تجوب كل الشوارع والأزقة ديال المدن من أجل رصد كل المخالفات أينما وجدت. وبالتالي هذاك الشعور بكون انه كنحترم قانون السير غير ملي كيكون حدايا الشرطي في واحد المكان معين في واحد المنطقه طرقي او لواحد النقطه ديال المراقبه ديال الرادار، اليوم غادي تولي انه الامكانيه ديال ان المخالفات ترصد اينما وجدت. والهدف من طبيعه الحال ليست هو المراقبه والزجر في حد ذاته، لان هذه مساله قانونيه، ولكن الهدف هو يكون عندنا ذاك الوازع ديال المراقبه الذاتي عند مستعمل الطريق، ونتفادوا واحد المجموعه ديال الحوادث اللي هي خطيره واللي مع الاسف كتوقع جراء بعض التهورات اللي كنشوفوها في الشوارع ديالنا. ما نأمل هو الانخراط ديال مستعمل الطريق، لأنه لا يعقل أن نستمر في هذا المنحى فيما يخص عدد الوفيات المسجلة خاصة داخل المجال الحضري، لأنه اليوم الناس اللي كيمشيو على رجليهم وأصحاب الدراجات النارية والعادية هما اللي كيشكلوا أكبر تقريبا 69% ديال عدد الوفيات. فنأمل يعني يكون واحد الاحترام ديال قانون السير، ويكون واحد تسود واحد الروح ديال التعايش والتسامح بين مختلف فئات مستعمل الطريق على الطرق الوطنية. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.